يجتمع إذن مشاهدين ممثلون للدبلوماسية الأمريكية والفرنسية والألمانية والإيطالية والبريطانية غدا في باريس لمناقشة الوضع في لبنان ومصير المفاوضات من أجل هدنة في قطاع غزة، فيما يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة الجمعة لمناقشة سلسلة الانفجارات الدامية وبعد تفجير أجهزة الاتصال في لبنان. اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الهدف من تفجير تلك الأجهزة قد يكون توجيه ضربة استباقية لحزب الله قبل بدء عملية عسكرية كبيرة. وشدد غوتيريش على أن هذا الحدث يؤكد وجود خطر جدي للتصعيد في لبنان، داعيا إلى بذل كل الجهود لتجنب التصعيد على الجبهة الشمالية مع لبنان. وأكد غوتيريش على ضرورة أن لا تتحول الأجهزة ذات الاستخدام المدني إلى أسلحة، مطالبا بمراقبة فعالة للأجهزة ذات الاستخدام المدني. جدد البيت الأبيض نفي ضلوع الولايات المتحدة في تفجير الأجهزة اللاسلكية أمس أو اليوم في لبنان. البيت الأبيض أوضح أن واشنطن لا تزال تعتقد أن هناك طريقا دبلوماسيا خاصا مع لبنان، مشددا على أن الانخراط في جهود دبلوماسية مكثفة لمنع فتح جبهة ثانية على حدود لبنان، مضيفا أنه من السابق لأوانه معرفة تأثير انفجارات أجهزة الاتصال اللاسلكية على هدنة غزة. والبيت الأبيض أيضا حذر من التصعيد في الشرق الأوسط بعد انفجارات لبنان. في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري، نفى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن علم بلاده بالهجوم الأخير في لبنان الذي أدى لانفجار أجهزة الاتصال. ولفت بلينكن إلى أنه من المبكر توقع نتيجة ما حصل قبل التأكد من المعلومات وفق تعبيره. الولايات المتحدة لم تكن على علم بما حصل في لبنان، وما زلنا نجمع المعلومات حول ذلك الهجوم. لنكون واضحين، على الجميع عدم الانجرار للتصعيد، ومن المبكر التوقع بما يمكن أن يحصل نتيجة ذلك الهجوم. وحول تطورات لبنان، أدان وزير الخارجية المصري ما وصفها بالأعمال أحادية الجانب في لبنان، وأكد وقوف بلاده مع حكومة لبنان وشعبه، كما شدد على أن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيؤدي بالضرورة إلى خفض التصعيد في المنطقة. نحن على ثقة وعلى قناعة هنا في مصر بأن مربط الفرس، بأن المشكلة الحقيقية لب الصراع في هذه المنطقة هو استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. إذا تم وقف هذا العدوان وتم التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، بالتأكيد هذا سيؤدي إلى خفض شديد للتصعيد في المنطقة ويمنع الدخول في حرب إقليمية، ولن يعطي الذرائع ولا المبررات لأي طرف من خارج الدول أو أي فاعلين من خارج الدول أن يستغل معاناة الشعب الفلسطيني. معنا من دبي مشاهدينا المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية سامويل ويربيرغ. أهلا وسهلا بك سيد سامويل معنا في 19. ما المؤشرات التي يحملها هذا التحذير للبيت الأبيض من التصعيد بعد الانفجارات في لبنان؟ إذن مساء الخير، شكرا لك، شكرا لقناة الحدث على الاستضافة. وسمعنا بشكل واضح من المستشار في جون كيربي في البيت الأبيض اليوم، والوزير بلينكن في القاهرة، والأمس من الناطق الرسمي في وزارة الخارجية، إن الولايات المتحدة لم تكن لديها أي معلومات أو أي خبر من قبل هذه ما حدث في لبنان هذه الأيام، والولايات المتحدة ليس لديها أي مسؤولية أو أي يد في ذلك. إذن نحن ما زال نجمع المعلومات والتفاصيل. بشكل عام نحن لا نريد أن نرى أي تصعيد آخر في المنطقة. نحن نركز على، كما رأينا من الزيارة من الوزير بلينكن اليوم للقاهرة، نحن نركز على الجهود المستمرة لحث الأطراف، لحث حركة حماس وإسرائيل لتفقوا على هذا الاتفاق وإنهاء الحرب. ونحن نرى أن هناك روابط بين قطاع غزة والحرب في قطاع غزة وما يحدث الآن بين إسرائيل وحزب الله بشكل عام. طيب سيد سامويل، يعني عندما تقول الولايات المتحدة الأمريكية بأنها لم تكن على علم بهذه الضربات، وهناك تقارير تحدثت بأن غالانت اتصل بأوستن قبيل تفجيرات لبنان وأبلغه بأن هناك عملية صعبة ومعقدة في لبنان. إذن العملية صعبة ومؤقتة
الإسرائيلية في لبنان كانت مستمرة منذ الأيام الأوائل بعد 7 أكتوبر، عندما حزب الله بدأت هذه الهجمات غير المبررة من لبنان، من أماكن مدنية في لبنان على أماكن مدنية في إسرائيل. ولازم ندرك أن الولايات المتحدة من موقفنا، نحن لا نرى أن هناك أي حرب بين أو أي صراع بين إسرائيل ولبنان أو إسرائيل والشعب اللبناني. هناك صراع الآن ومعركة مستمرة بين إسرائيل وهذه المجموعة الإرهابية حزب الله التي تستغل أماكن مدنية داخل لبنان. لكن سيد سامويل، يعني هذه الحادثتين، هاتين الحادثتين منذ الأمس إلى اليوم طالت أيضا مدنيين، يعني كانوا يتجولون في العامة في الأسواق في المرافق اللبنانية، وبالتالي لم تطل فقط عناصر لحزب الله. إذن كما أنا قلت حتى الآن نحن نجمع المعلومات، وليس هناك أي قرار أو حكم ولا أي شيء من الولايات المتحدة بالنسبة لما حدث في لبنان. نحن من جانبنا نحن ما زال نركز على الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد، كما رأينا من زيارات متكررة من أمس هوكستين من البيت الأبيض والمسؤولين الأمريكيين الآخرين والاتصال المستمر. لكن بعيدة هذه الزيارة مباشرة، جاءت هذه الردود الإسرائيلية أو هذه العمليات الإسرائيلية في لبنان، وهو ما فسره البعض بأنه رفض إسرائيلي لما جاء في ورقة هوكشتاين بعدم قبول أمريكي بتوسعة الجبهة في لبنان. إذن أنا ليس من الممكن أتكلم باسم الحكومة اللبنانية أو الإسرائيلية. نحن من جانبنا نحن نرى أن هناك حل دبلوماسي تفاوضي بين الإسرائيليين واللبنانيين. نحن نريد أن نرى نهاية هذا الصراع بين إسرائيل ومجموعة إرهابية حزب الله. نحن نريد أن نرى خفض التصعيد عبر الخط الأزرق، هي الأولويات لدينا من الولايات المتحدة، ونحن نستمر في ذلك. في نفس الوقت كما سمعنا من الوزير بلينكين اليوم، نحن نرى أن التركيز الرئيسي على الحرب والجهود لإنهاء الحرب في غازا، لأن نحن نرى أن أو سمعنا من حزب الله هي أو هذه المجموعة الإرهابية هي التي تربط ما حدث أو الهجمات من حزب الله ما يحدث في قطاع غزة. إذا نحن نرى أن من اللازم أن نضافر الجهود لإنهاء الحرب في قطاع غزة. طيب، كانت هناك أيضا تصريحات للرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول بأن هذه الانفجارات تشكل وصمة عار للدول الغربية، وحمل المسؤولية للولايات المتحدة الأمريكية، وقال بأنه خاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد اليوم حليفة لإسرائيل. وهناك أيضا ضربة طالت السفير الإيراني في لبنان، وهو ما اعتبرته إيران ضربة للدولة الإيرانية. كيف، ما الموقف الأمريكي هنا من هذه التصريحات؟ إذن هل التصريحات تأتي من الحكومة والنظام التي منذ أكثر من 40 سنة كانت تمول الإرهاب وتدخل في شؤون داخلية في الدول المجاورة وتمارس قمع ضد مواطنيها وتمول هذه كل المجموعات الإرهابية في المنطقة من حماس إلى حزب الله إلى وكلائها في العراق والجماعة الحوثي التي تستمر في هذه الهجمات الإرهابية ضد التجارية العالمية في بحر الأحمر؟ هل هي الحكومة التي توجه انتقادات لأي طرف آخر؟ طيب سيد سامويل، يعني أبقى في هذه النقطة لو سمحت لي. منذ أيام كانت هناك يعني إشارات من خامنائي بضرورة مد اليد لما أسماه بالخصم، وخاص هنا الولايات المتحدة الأمريكية. بازشكيان تحدث أيضا ووصف الولايات المتحدة الأمريكية بالأخت أو الإخوة، واليوم تأتي هذه الضربة. برأيك هل ستشكل أو ستدفع أي مفاوضات ربما أو تفاهمات بين الجانبين، ستدفعها إلى الوراء وبالتالي نعود إلى المربع الأول؟ إذا تعلمنا شيئا من كما ذكرنا، الولايات المتحدة كانت تتابع السلوك من هذا النظام منذ القرن الماضي، منذ سنة 79. إذا من اللازم أن نحن نقوم بحكم النظام الإيراني بالنسبة ماذا يفعل وليس ماذا يقول.
إذن نحن ما زال بالنسبة هذه الرئيس الجديد، هذا الرئيس الجديد والإدارة الجديدة في إيران، من المبكر أن نأخذ أي قرارات بالنسبة هل فعلا حان الوقت الآن ليستأنف المفاوضات حول البرنامج النووي. كل الجهود الأمريكية بالنسبة لإيران لمنع هذا النظام من النشاط مزاز الاستقرار، من التداخل، من استعمال البرنامج النووي لتكون تحديات للدول المجاورة. إذا هناك فرصة لنضع قيود حول البرنامج النووي الإيراني عبر أي مفاوضات، هذه الإدارة لن تتردد في ذلك. ولكن حتى الآن نحن لا نرى أن حتى الآن لا نرى تنسيق كافي بين الحكومة الإيرانية والوكالة العيائية، الوكالة الزراعية الدولية الأتوميك إنرجي. إذن حتى الآن لا نرى ذلك. طيب سيد سامويل، يعني واشنطن تقول بأنها بعد هذه الضربات الأخيرة لا زالت ترى بأن هناك خط دبلوماسي مع لبنان، وهنا يعود السؤال عن إمكانية وجود لدى واشنطن في جعبة واشنطن أي تعديلات على قرار 1701 بما يجعله قابل للتطبيق سواء من قبل حزب الله أو إيران أو إسرائيل. إذن فعلا صعب الآن لنركز على هذه التفاصيل بالنسبة للقرارات الأممية والخط الأزرق عندما نرى هذه الهجمات المتبادلة والمتكررة من حزب الله وإلى آخره. إذن الآن نحن نركز على الجهود لخفض التصعيد، لحماية المواطنين اللبنانيين والإسرائيليين. 100,000 من اللبنانيين والإسرائيليين يستحقوا الحق ليعودوا إلى بيوتهم في شمال إسرائيل وجنوب لبنان. إذا نحن نركز على ذلك، في نفس الوقت نحن نرى أن من اللازم على الأقل ننظر إلى المستقبل ونطرح السؤال كيف الشعب اللبناني والشعب الإسرائيلي سيعيشوا جانب بجانب. إذا نعم، لدينا هذا المخوف بالنسبة أي توتر عبر الخط الأزرق. طيب لنعرج الآن على الحرب في غزة وعن زيارة بلينكن هذه المرة إلى القاهرة. هو قال بأنه يعني من بين 18 نقطة تم حل 15 نقطة، وبالتالي إن كان مجمل النقاط تم حلها، ما الذي تبقى للوصول إلى هذه الصفقة؟ نعم، إذن بشكل عام لا نريد أن ندخل في تفاصيل كثيرة أمام وسائل الإعلام، لأن نحن تعلمنا أن منذ سنوات لازم نعطي المفاوضين المكان ومسافة لإنهاء المفاوضات، هذا شيء واضح. ولكن معروف أن هناك بعض الملفات سمعنا عنها في الخبر ومن بعض المسؤولين، مثل وجود الجيش الإسرائيلي في ممر فيلادلفيا والأسماء في لائحة الأسرة الفلسطينيين والرهائن والتوقيت بالنسبة هذه العمليات. إذن هي التفاصيل، ورأينا أن كما سمعنا من الوزير بلينكن 15 من 18 ولا ممكن نقول 90%. ولكن كما علمنا مرارا وتكرارا من أي مفاوضات، الأصعب شيء الآخر 10 متر ولا آخر 3 بنود من 18، هذا أصعب شيء. ولذلك الآن سمعنا شيء مهم من الوزير بلينكن اليوم، هو كان يتكلم حول الإرادة السياسية. كل التفاصيل معروفة، نحن حركة حماس وإسرائيل ونحن مع مصر وقطر الوساطة، نحن كنا نعرف كل التفاصيل واردة في الطاولة. ولكن هل هناك فعلا إرادة سياسية من الجانبين؟ الوزير بلينكن لم يشير فقط إلى حركة حماس، لازم نرى الإرادة السياسية من الجانبين لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإنهاء هذه الحرب. طيب بلينكن أيضا قال بأن وقف إطلاق النار يساعد في عودة النازحين إلى بيوتهم في شمال غزة. طيب الجانب أيضا الإسرائيلي يقول بأنه يعني نقلا عن تقارير نتنياهو الآن سيتوجه إلى عمليات أوسع في شمال غزة، وهو ما يطيل الحرب، وبالتالي نحن نتحدث هنا عن موقفين متناقضين تماما فيما يتعلق بشمال غزة.
إذن هذا السؤال ممكن سؤال حول عملية عسكرية أو تفاصيل بالنسبة كيف الدولة الإسرائيلية تقوم بعملياتها عسكريا في قطاع غزة. إذن ليس من الممكن أنا كناطق رسمي في الولايات المتحدة وألق على ذلك. من جانبنا سمعنا منذ شهور، منذ تقريبا 8 أو 9 شهور من الحكومة الأمريكية، لدينا بعض المبادئ المهمة ومنها لا لأي إعادة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، لا لأي تقليل في الأراضي الفلسطينية، ونحن نعتبر كل شبر من الأراضي في قطاع غزة أراضي فلسطينية، ولا لأي تحجير قسري للفلسطينيين من أراضيهم. إذن هي المبادئ الأساسية الأمريكية. الآن السؤال المطروح كما رأينا مرارا وتكرارا هذه 11 شهر تقريبا، عندما الدولة الإسرائيلية الجيش الإسرائيلي تكمل أي عملية عسكرية، هل هذا يعني أن نهاية حماس نهائيا؟ لا. إذن كيف الـ 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 كيف هذه الحرب ستنتهي؟ من جانبنا عبر المفاوضات الدبلوماسية ليس عبر القتال. طيب سيد سامويل، إمكانية الحديث عن مفاوضات وعن هدنة في قطاع غزة، ولكن ماذا أيضا عن الضفة الغربية؟ يعني شهدنا في الأيام الماضية كانت هناك يعني جبهة أخرى مشتعلة في الضفة، وبالتالي هل يمكن أن تصل عند هذه الحدود وما مساعي الأمريكية في ذلك؟ نعم، إذن من جانب الموقف الأمريكي تجاه أي عنف في الضفة الغربية ليس شيء جديد. نحن تكلمنا من قبل 7 أكتوبر بالنسبة للمخوف لدينا حول أي تصعيد أي عنف في هذه المنطقة، وفي هذه الأسابيع والشهور الماضية فرضنا الولايات المتحدة بعض العقوبات، وقمنا بتصنيف بعض الأفراد والمستوطنين على لائحة العقوبات لأن لديها هذا المخوف، ولا نريد أن نرى أي توسع أو أي تصعيد أو أي توسع رقعات الحرب إلى الضفة الغربية، ونحن في تواصل مع السلطة الفلسطينية والإسرائيليين حول ذلك. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من دبي المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية سامويل ويربيرغ، شكرا جزيلا على هذه المشاركة معنا.